مساء المحبة والسلام، أنا عضوان الأحمر يحييكم في المدار. هل يستطيع درع الوطن اليمني توحيد الوطن والوصول إلى صنعاء بعد أن طال السفر إليها؟ وهل ستختفي ألوية ونخب تشكلت وشتتت الوحدة اليمنية المفترضة لمواجهة ميليشيا الحوثي؟ ولماذا استطاع أنصار الله الصمود وحماية صنعاء؟ وهل الهدنة الحالية أبدية أم أنها غطاء لترتيب الأوراق قبل أن ينقض كل طرف على الآخر؟ في المدار نعرف التفاصيل. مرحبا بكم مجددا مشاهدي المدار، ارحب كذلك بالفريق صغير بن عزيز رئيس هيئه الاركان اليمنيه. مرحبا معالي الفريق. حياك الله اخي، مرحبا بك. يعني معالي الفريق، اي شخص يريد ان يتحدث مع رئيس الاركان اليمنيه او يستضيفه يريد ان يسال اولا على ماذا يحدث في اليمن الان؟ هل هناك هدنه ام قتال؟ ما هو سير العمليات العسكريه؟ هل هناك عمليات عسكريه ام لا عمليات عسكريه؟ ضعنا في الصوره حتى ننطلق معك من محاور اخرى. ليس هناك أي هدنة، يعني الحرب مستمرة ولكنها ليست بالحرب المشتعلة جدا، في مناوشات مستمرة ولدينا شهداء بصورة مستمرة، لأن الطيران المسير التابع لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية يعني مستمر في يعني اعتداءاته على طول مسرح العمليات. وحتى أثناء الهدنة المعلنة والتي اعترف بها الجميع لم يلتزم تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية بالهدنة أبدا. يعني نحن أثناء الهدنة فقدنا الكثير من الشهداء والجرحى والآليات بسبب اعتداءات الحوثي واختراقاته الذي يعني كانت بـ 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 بالآلاف، يعني كل يوم ولها اختراق ويعني اعتداءات طوال فترة الهدنة المعلنة والتي يعني رعتها الأمم المتحدة. وبالتالي فالحرب مستمرة يعني، لكنها يعني ليست هناك زحوفات وتقدمات للأمام، ربما لقواتنا بعض التقدمات البسيطة لكن لم تتوقف الحرب حقيقة، لم تتوقف الحرب. ومعروف أن هذه الجماعة أو هذا التنظيم، تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، لا يلتزم بعهد ولا وعد ولا أي مواثيق. جميل. يعني معالي الفريق، أنت تقول حتى في تصريح صحفي لك أن هذه الهدنة هدنة ألا هدنة، وتتحدث أنه لا يوجد هناك زحوفات ولكن هناك يعني دعنا نقول تقدم بسيط للقوات اليمنية في بعض المناطق. هل تعتقد أن الحوثي يعد لعملية انقضاض كبرى؟ لنفترض أن ذلك صحيح، هل لديكم القدرة على صده؟ هل تطورت قدرات الجيش اليمني خلال السنوات الماضية؟ هل تعلمتم من الدروس في موضوع الهدنة؟ كل هدنة تحدث ينطلق بعدها الحوثي أقوى. نريد أيضا منك إجابة على هذا السؤال. طبعا بالنسبة لهذا التنظيم، تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعوم من إيران، لا يؤمن جانبه في كل الأحوال، وهذا التنظيم لا يمكن أن يعيش إلا في حرب وفي دمار وفي خراب وفي دماء. وبالتالي هو كل هدنة يستفيد منها في إعداد نفسه يعني لمعركة جديدة، ويحصل على دعم من إيران ويعد نفسه للمعركة. نحن نتوقع أنه الآن يعني ربما شبه جاهز للمعركة، ولكن
أؤكد لك أن القوات المسلحة اليمنية وكل يعني التشكيلات العسكرية مستعدة لمناجزته ومستعدين للمعركة. استغلينا الفترة الماضية التي توقف فيها الزحوفات، يعني لأنه احنا استمرنا في معركة لأكثر من سنة كاملة، يعني لا أكثر، أكثر من سنة، يعني معركة مستمرة وزحوفات. وفي الفترة الأخيرة عند إعلان الهدنة احنا استغلينا هذا الوضع، يعني وعدينا مسرح العمليات وعدينا القوات، يعني إعداد جيد، تأهيل وتدريب وتسليح، ويعني الحمد لله أيضا التحالف دعم الشرعية العربي الحقيقة معنا بصورة مستمرة ويدعموا القوات المسلحة كما هم يدعموا الجمهورية اليمنية بشكل عام في كل المجالات الإنسانية والاجتماعية والعسكرية. فنحن بإذن الله تعالى مستعدون وجاهزون للمناجزة ولنا النصر بإذن الله تعالى ولتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية الهزيمة والخسارة بإذن الله تعالى. جميل. أريد أن أسألك أيضا على تصريح لعبد الملك الحوثي زعيم الجماعة قبل أيام، وقال أن الصبر قد نفد وأنهم مستعدون لجميع الاحتمالات. ما هي الاحتمالات التي هم مستعدون لها؟ هل هي عمليات زحف ويعني دعنا نقول عمليات مفاجئة أم ماذا؟ هو يعني طبعا صبره نافذ يعني بصورة مستمرة من يوم انشأت هذه الجماعة ودعمتها يعني رأس الشر إيران، لا يتوقفوا أبدا، لا يتوقفوا عن مشروعهم الدموي وهدفهم أبدا إلا عندما يحصلوا على يعني هزيمة وخسارة كبيرة. طبعا في معركتهم على مارب وأكثر المحاور في تعز وفي المنطقة العسكرية الخامسة في حرب أميدي وفي يعني محاور صعدة، بعد أن هزموا يعني وخسروا خسائر كبيرة، لأنه طبعا كان من ضمن تصريحاتهم وتصريح وكالات رسمية إيرانية بأنهم قبل العام الماضي سيدخلوا مارب وسيصوموا في مارب وسيأكلوا من تمر مارب، وهذا ليس خافي على أحد، لكن فضل الله سبحانه وفضل صمود الجيش يعني والقبائل والمقاومة والقبائل المساندة ودعم يعني قيادة تحالف دعم الشرعية وعلى رأس الجميع المملكة العربية السعودية، بفضل الله وبفضل الله قبل كل شيء تم يعني كسر ذلك الهجوم وتكبيدهم الخسائر الكبيرة والفادحة. فجاءت الهدنة وأعد نفسه من جديد مثل ما هو في الحروب السابقة من صعدة حتى وصل إلى العاصمة صنعاء، كان كل ما يهزم ويخسر خسائر كبيرة هي تأتيها الوساطات من يعني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي حتى يتوقف من أجل أن يعد نفسه لمعركة جديدة، وهكذا دابهم. واليوم هو يقول أنه نفذ صبره وأنه سيستخدم عدة خيارات. طبعا هو يعني قد أدى ما عنده في الفترة الماضية، لن يأتي بجديد، يعني كل ما لديه قد أداه، ولن يأتي أشرس ولا يعني أضر من المعارك التي قد مرينا بها. ونحن اليوم وضعنا في القوات المسلحة اليمنية بفضل الله ثم بفضل دعم الشرعية يعني أفضل بكثير من الماضي، وسنهزمه بإذن الله تعالى وسنكسره، لأننا نعرف أن هذا التنظيم وهذه ومن وراهم إيران لن ينصاعوا لصلح أو سلام أبدا إلا أن يكسروا، وهذا هو المطلوب منا جميعا، أن يتعاون الجميع وأن تتوحد الجهود حتى نخلص شعبنا وبلدنا من هذا الآفة، يعني وننقذ شعبنا من ما هو فيه من ويلات. يعني أنت الآن بكل تفاؤل وبكل عزيمة وبكل يعني حماسة وكل ثقة تتحدث عن أن شوكة الحوثي ستكسر. هناك أيضا من يطرح فرضية بأن المفاوضات الجارية، طول الهدنة، تمديد هدنة، يعني تجديد الهدنة من فترة لأخرى، كأنه يقول أن الحل العسكري قد يستغنى عنه. هل ترى أن الحل العسكري قد يستغنى عنه في اليمن، أم أنك ترى أن الطريقة الوحيدة لتخليص اليمن من الحوثي هو المواجهة العسكرية وهي المواجهة العسكرية؟ نحن مع خيار السلام الذي تنتهجه قيادتنا السياسية ممثلة مجلس القيادة الرئاسي وعلى رأس الجميع فخامة الرئيس القائد الدكتور رشاد العليمي وقيادة تحالف دعم الشرعية، لكن كقناعة شخصية ومن خلال تجربتنا خلال الفترة الماضية مع هذا التنظيم، تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، لن ينصاعوا إلى سلام ما لم يكسروا عسكريا. نحن نراهن على هذا
ويجب علينا أن نستعد ونعد لهذا. نحن بفضل من الله جاهزين ومستعدين، وليس لدينا مشكلة إذا كان الحوثي سينصاع للسلام ووفقا للمرجعيات ووفقا لدستور الجمهور اليمنية ووفقا للقوانين النافذة، ويصبح مواطن عادي له يعني حقوق وعليه واجبات كأي مواطن من أبناء الجمهورية اليمنية، نحن ليس لدينا أي مشكلة. لكن نعرف أن هذا التنظيم لن ينصاع للسلام، وإذا انصاع للسلام فسيموت، وهذا الذي لا يريده. جميل، أنا أعتقد يعني هذا تصريح مهم. أريد أن أسألك أيضا سيد بن عزيز على يعني تصريح لكم بمناسبة تدشين العام التدريبي والقتالي في مأرب، وقلتم أن تحرير صنعاء هو هدفكم وأن عام 2023 هو عام النصر. إذا سمحت لي سيد بن عزيز، أنت رجل مقاتل، قاتلت الحوثي في كثير من المعارك، واجهته في أكثر من 6 أو يعني دعنا نقول معارك مباشرة أو أكثر، هل فعلا هدفكم هو صنعاء؟ هل هناك قدرة على الوصول لصنعاء؟ أم يعني أنها تصريحات كما سبقها من تصريحات على صنعاء ولم يستطع أحد الوصول إليها؟ نحن هدفنا صنعاء، ومشروعنا هو مشروع حياة، مشروع خير وأمن واستقرار وتنمية ورخاء لأبناء الشعب اليمني. هذا المشروع لا يمكن أبدا أن ينحسر. هذا المشروع مصيره النصر بإذن الله تعالى، لأن الله سبحانه مع الخير ومع الحق وضد الشر. فالشر ومشروع الشر الذي يقوده تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية ومن وراءهم إيران مؤكد سيفشل وسينهزم. نحن نثق بالله كل الثقة. نحن علينا ما هو علينا وما هو واجب علينا أن نبذل كل الأسباب وأن نعد وأن نستعد، ثم وما النصر إلا من عند الله. نحن نثق بالله، ثم نثق بجيشنا، ثم نثق بقيادتنا، ثم نثق بتحالف دعم الشرعية بأننا سننتصر ولن نخذل بإذن الله تعالى. جميل، أريد أن أسألك سؤال قبل الفاصل سيد بن عزيز، وهو ما الذي يجعلكم متفائلون؟ يعني هناك تفاؤل كبير، هناك ثقة كبيرة، هناك إعادة تشكيل القوات المسلحة، هناك دمج، هناك يعني دعنا نقول كأنها خطة كاملة لإعادة البناء، للهيكلة، للدمج، للقوة، للتسليح. ما الذي يجعلكم ترون أن عام 2023 رغم أنه لم يبدأ إلا يعني منذ شهرين فقط بأنه عام النصر وعام مختلف؟ هناك أشياء لا نعرفها، هناك أشياء لا يعرفها المشاهد، هناك أشياء لا يعرفها المتابع لديكم ولدى القائمين على القوات المسلحة. أولا نحن متفائلون يعني جدا يعني مجلس القيادة الرئاسي وعلى رأس الجميع فخامة الرئيس القائد الدكتور رشاد العليمي، متفائلين بتوحيد الصف والجهد وتوحيد يعني القيادة ضد هذا التنظيم، وهذه من الأشياء الأساسية التي نعقد العمل عليها بعد الله. ثم أن المجتمع الإقليمي، أن تحالف يعني دعم الشرعية يعني معنا وبكل قوة، وبدل كل الجهود من أجل السلام ثم يعني وصل إلى نتيجة بأن هؤلاء هذا التنظيم تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية ومن وراءهم إيران لا يريد السلام. أيضا الموقف الدولي يعني أصبح لديهم جليا واضحا بأن هذا التنظيم تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية هو يعني عبارة عن قتلة وإرهابيين ولا يريد السلام. فقد جربوا معهم وحاولوا بكل ما تستطيع عن طريق الأمم المتحدة وعن المبعوث الدولي وكل الوسطاء، ووصلوا إلى نتيجة بأن هذا التنظيم لا يريد السلام ولا يريد الخير لليمن واليمنيين ولا للمنطقة. وهذه من الأشياء العناصر التي نحن يعني درسناها خلال الفترة الماضية. لكن قبل ذلك كله نحن يعني مؤمنين بأن قضيتنا في يعني اليمن قضية عادلة، وبالتالي فمقاتلينا الأبطال
سواء في الجيش أو في المقاومة الشعبية أو في كل التشكيلات، يعني يؤمنوا إيمان كامل بأن قضيتنا عادلة، وأننا يعني نقود مشروع الخير والسلام لليمن، ونقاتل لا نقاتل من أجل الحرب ولا نقاتل من أجل القتال، وإنما نقاتل من أجل الأمن والسلام والاستقرار لليمن واليمنيين. واليوم شعبنا أيضا متلاحم مع قيادتنا السياسية يعني أكثر من الماضي، وأصبح يعني لدى شعبنا يعني وضوح كامل وقناعة كاملة بأن هذا التنظيم وهذا ومن وراه إيران لا يريد الخير لليمن، وإنما يريد تدمير اليمن من أجل يعني أهداف شر وبلاء على كل اليمن واليمنيين وعلى المنطقة بشكل عام. وبالتالي نفك كل الثقة بالله ثم بهذه العناصر بأننا سننتصر وسينتهي هذا المشروع وهذا التنظيم بإذن الله تعالى. جميل سيد بن عزيز، اسمح لي بفاصل قصير جدا ثم نعود لاستكمال ما تبقى معك من محاور، وعن المواجهات العسكرية، عن معركة مأرب، عن عقيدة الحوثي العسكرية، عن يعني بعض المعلومات على خبراء حزب الله وإيران، هل شاهدتموهم أم لم تشاهدوهم، وغيرها من الأسئلة. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نعود معكم في المدار، انتظرونا. يشهد اليمن فترة هدوء نسبية بعد توقف المعارك بموجب الهدنة التي بدأت أوائل العام الماضي بهدف إفساح المجال أمام حل سياسي ينهي الأزمة. وتعتبر هذه الهدنة هي الأطول في تاريخ الحرب بين الحوثيين والجيش اليمني المدعوم من قوات التحالف. سمحت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بوقف القتال واتخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، لكنها انتهت في أكتوبر الماضي بعد 6 أشهر من استمرارها. أعلن الحوثيون أن تفاهمات الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، وهاجموا بعد أيام ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، ما عطل صادرات النفط الخام وأثر على إيرادات الدولة، بينما بقيت باقي الجبهات هادئة نوعا ما حتى اليوم. وعلى الرغم من الهدوء النسبي، بقيت المخاوف قائمة من اندلاع القتال مجددا مع تهديد الحوثيين المستمر بالتصعيد العسكري. ووصلت الأمم المتحدة جهودها لتمديد الهدنة من خلال زيارات قام بها المبعوث الأممي تيم لاندر كينغ إلى عمان والإمارات والسعودية. وبينما أكد مجلس التعاون الخليجي أهمية دعم الهدنة في اليمن وسط التزام الجيش اليمني بوقف العمليات العسكرية، أكد رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية صغير بن عزيز استعداد القوات اليمنية لأي هجوم محتمل للحوثيين، مؤكدا أن العام الحالي سيكون عام النصر بحسب تعبيره. مرحبا بكم مجددا مشاهدي المدار، ورحب كذلك مجددا برئيس هيئة الأركان اليمنية السيد الصغير بن عزيز أو الفريق الصغير بن عزيز. مرحبا معالي الفريق. حياك الله أخي، مرحبا بكم مجددا. أريد أن أسألك، يعني دعنا ننتقل من موضوع التفاؤل وموضوع التوطئة أو التمهيد إلى موضوع أيضا المواجهات مع الحوثي. يعني أكثر من معارك، دعنا نقول 6 أو 7 معارك بينكم وبين الحوثي مباشرة، حروب عديدة خضتها، ولكن أريد أن أسألك على جزئية معينة في هجومهم على مأرب أو في المعارك التي بدأت بعد 2015 حتى اليوم. هل شاهدتم خبراء من حزب الله ومن إيران في أي ساحة معركة؟ ما هي أبرز المشاهدات الحية التي كانت تحت نظريكم أو نظري القوات المسلحة خلال الفترة الماضية؟ مرحبا بك أخي. أولا لا نحتاج إلى دليل يعني بالنسبة لهذا الموضوع، الموضوع جلي وواضح لدى كل الناس بأن إيران وحزب الله وكل المنظمات الإرهابية التابعة لإيران تدعم تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية بالخبراء. نحن نعرف يعني منتسبي تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية من أخوان اليمنيين لا يستطيعوا أن يصنعوا الصواريخ البالستية ولا الطيران المسير المقاتل ولا الألغام والشر، هذا لا، معهم خبراء إيرانيين ومن لبنان ومن سوريا، من كلهم تابعين لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، يعني بيصنعوا لهم كل أدوات الشر. طبعا من خلال المشاهدات أثناء العمليات حقيقة لدينا معلومات وصور تثبت بأن يعني لا نقدر نقول بالاسم، لكن لدينا أسماء من خلال الاستخبارات ومن خلال
لكن من خلال الشكل، شكل الشخص الذي يتم مثلا كشف صورته من خلال الاستطلاع الجوي القريب المباشر في التكتيكي، ويعني من خلال المراقبة موجودين، من خلال أيضا من يأتون بمعلومات من داخل هذا التنظيم، بأن هناك خبراء موجودين من إيران ومن لبنان ومن سوريا، ويعني حتى إيرلو حسن إيرلو لما دخل اليمن عرف بها الجميع، أتى إلى جبهات مارب أكثر من مرة من خلال استخبارات يعني دقيقة، ويعني خطط، وطبعا كل هؤلاء في تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية لديهم خبراء استراتيجيين في التخطيط والبرمجة للعمليات العسكرية، بالإضافة إلى التصنيع الذي لا يخفى على أحد من خلال التطوير وتصنيع الصواريخ البالستية طويلة المدى، وأيضا الطيران المسير طويل المدى، وكثير من الأشياء من أدوات القتل والموت هي عبارة عن يعني تصنيع إيراني بواسطة خبراء موجودين داخل اليمن. جميل. يعني سيد بن عزيز، حينما تحدث عن الحروب العديدة التي قضتموها ضد الحوثيين، أريد أن أسألك على موضوعين. ما هي العقيدة العسكرية لديهم؟ لماذا كل هذا الاستمرار منذ يعني الحروب الستة حتى اليوم؟ والأمر الآخر، هل تغير التكتيك؟ هل لاحظتم مثلا أولا أن كانت حروبهم بدائية، ومن ثم بعد وصول خبراء إيرانيين وخبراء من بعض الدول أو الميليشيات المرتبطة بإيران، ما الذي تغير في تكتيكهم؟ ما الذي تغير في العقيدة؟ هل كانت عقيدتهم القتالية يعني في السابق أقوى من الآن، أم الآن أقوى؟ أنتم تعتبرون يعني شخصيا أشرس من واجه الحوثيين، اشرح لنا أكثر عنها سيد بن عزيز. طبعا بالنسبة للعقيدة القتالية لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، مأخوذة من العقيدة الإيرانية والحرس الثوري وتربية المقاتلين على الحقد والكراهية ضد كل البشرية. طبعا يعني هذا التنظيم، تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، ويعني ذيل إيران في اليمن، يعني يغرروا على عامة الشعب اليمني بأنهم يعني من آل البيت رضي الله عنهم، رضي الله عن آل البيت مش عن الحوثيين وتنظيم جماعة الحوثيين الإرهابية، لأن يعني الناس بسطاء ويغرروا عليهم، وبالتالي عندهم العنصرية السلالية، بالإضافة إلى أنه تعبئة الناس على الحقد والكراهية، يأخذوا الأحداث الأطفال من سن 14 فما فوق إلى مدارسهم الخاصة، فيعبوهم حقد وكراهية على كل المجتمع، مش على المجتمع اليمني وبس، ولكن على المجتمع اليمني، على المجتمع الإقليمي، على العالم، على الإنسانية بشكل كبير، بشكل كامل. بالتالي فنحن هنا في القوات المسلحة اليمنية وكل التشكيلات والمقاومة والقبائل المساندة ندافع عن يمنيتنا، لأنه نحن ندافع عن يمنيتنا، ندافع عن عروبتنا، ندافع عن الإنسانية، لأنه لا نقاتل من أجل القتال، وإنما دفاعا عن كرامة أيضا اليمنيين وحرياتهم ومعتقداتهم الصحيحة. جميل. أريد أن أسألك أيضا على موضوع معركة مأرب، وهذه المعركة التي يعني كما قلت أنت أن الحوثي قال أنهم سيأكلون من تمر مأرب، وشاهدنا الحملة الإعلامية المصاحبة وكل هذا الزخم الإعلامي، ويعني كانت هناك زحوفات كبيرة جدا وأمواج بشرية كانت تحاول اختراق مأرب، فشلت عملية الاختراق والزحف، ولكن عمليات أو بالأصح أعداد الضحايا لم تعلن حتى هذه اللحظة. هل هناك عدد تقريبي سيد بن عزيز لقتل الحوثيين أو الخسائر الإنسانية من الطرفين في خلال تلك المعارك؟ طبعا بالنسبة لنا في القوات المسلحة والمقاومة والقبائل المساندة لنا، نحن نلتزم بأخلاق الحرب، ويعني القوانين الدولية، قانون حقوق الإنسان وقانون والقانون الدولي الإنساني، ويعني قانون منع الألغام وحظر الألغام واستخدامها، وقواعد الاشتباك، يعني لأننا دولة، وأيضا
موجهين بذلك من قيادتنا ومن قيادة تعالى الدعم الشرعية، وبالتالي نحن نحافظ على مقاتلينا وعلى من يكونوا في المواجهة من المدنيين العزل والذي ليس لهم علاقة بالحرب. أما بالنسبة وطبعا خسرنا، لا ننكر أننا خسرنا يعني بقادة وخسرنا ضباط وخسرنا أفراد، لكن بفضل الله يعني بأعداد أقل بكثير من ما خسرها التنظيم جماعة الحوثي الإرهابية أثناء الهجوم، لأنه يعني لا يلتزم بكل هذه بكل أخلاق الحرب، ولا يهمه يموت حتى الشعب اليمني كله إذا بقي هو ما عنده مشكلة، أهم شيء أنه ينجح في مشروعه مشروع الشر، وبالتالي خسر خسائر كبيرة جدا جدا، وخاصة المقاتلين العقائدين الذي رباهم خلال الفترة الماضية خسرهم طبعا كلهم، هذا لا خسرهم طبعا. استخدم كل آلات القتل والموت التي يصنعها لها الإيرانيين الخبراء الإيرانيين ومن حزب الله واللبنانيين، خسر خسائر كبيرة، وطبعا يعني استخدم الألغام بشكل عشوائي لا يتصورها الإنسان أبدا، يعني في كل شبر وبدون يعني مراعاة للمواطنين، مراعاة للأطفال وللنساء وللحيوانات أبدا أبدا، يعني زرعها بشكل لا يتصورها العقل، ولا هذه التقارير موجودة لدى يعني منظمة يعني البرنامج الوطني لنزع الأغرام، وبرنامج مسام أيضا اللي هو البرنامج السعودي المساعد للبرنامج الوطني لنزع الأغرام، يعني بال إيش نقول بالمئات الآلاف من الألغام نزعت، يعني أثر ما وضعه وطرحه وزرعه يعني تنظيم جماعة الحوثي في كل مكان. الزحوفات تنظيم جماعة الحوثي على مالب لم تتوقف يعني إلا بعد أن خسر خسارة فادحة، هذه الخسائر موجودة في تقارير في بعض المنظمات وليست خافية على أحد، يعني عشرات الآلاف خسر في معركة مالب، عشرات الآلاف وهي موثقة طبعا، يعني الكثير منها لدينا حتى بالاسم يعني في 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 يعني من خلال المعلومات التي لدينا، وبالتالي هو لم يتوقف يعني لأي سبب إلا لأنه خسر خسارة كبيرة، ونحن اليوم نؤكد كل التأكيد بأن ما مضى أو ما سيأتي ليس أصعب مما مضى، وبإذن الله تعالى نحن لهم بالمرصاد وجاهزين للمناجزة بإذن الله تعالى، فور تلقينا توجيهات قيادتنا السياسية وأيضا قيادة قوة حال العرب. جميل سيد بن عزيز، أريد أن أسألك سؤالين قبل أن ننتقل إلى الجزء الثالث. أولا أريد أن أسألك على موضوع المنطقة العسكرية الأولى، يعني الآن تحدثنا عن الحوثيين، تحدثنا عن العقيدة القتالية، تحدثنا عن الجيش اليمني، سنأتي في الجزء الثالث إلى موضوع درع الوطن وكل التشكيلات الجديدة، ولكن أريد أن أسألك أيضا على بعض المسائل الخلافية ومنها المنطقة العسكرية الأولى. هناك من يتحدث مثلا عن أن المنطقة العسكرية الأولى يعني يطالب أهل الجنوب بإخراجها من حضرموت لتفادي أي نزاعات، وهذه المنطقة تقع ضمن القيادة القوات اليمنية العسكرية، يعني اشرح لنا ماذا حدث بهذا الشأن. المنطقة العسكرية الأولى منطقة عريقة، منطقة يعني تشكيلها القتالي تشكيل وطني من كل محافظات الجمهورية، بنيت بناء عسكري ووطني ومهني على أكمل وجه، وهي تحت المسرح العمليات المكلفة به وفقا لقرار جمهوري أصدر فخامة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي، وتقوم بواجباتها المناطة بها في كل المجالات وفق الدستور الجمهوري اليمني، فيها مقاتلين أشداء قدامى من أقدم العسكريين الموجودين وهم من كل محافظات الجمهورية، طبعا شاركونا في خلال المعارك السابقة بالعتاد، يعني نستطيع أنهم نقول أننا يعني أكثر العتاد الذي في جاهزية كاملة لدى المنطقة شارك معنا في كل المعارك السابقة، وهم اليوم يقوموا بواجبهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المناطبهم وفي الدستور الجمهوري اليمني في مسرح العمليات المخصص لهذه المنطقة، ولا يستطيع أحد أن يخالف دستور الجمهوري اليمنية، وهي قوة تخضع للقائد الأعلى للقوات المسلحة وزارة الدفاع ورئيس البركة العامة.
تسمح لي معالي الفريق فقط أريد يعني ملاحظة، يعني الخلاف الموجود، المجلس الانتقالي الجنوبي لا يريد هذه المنطقة ويريد استبدال قوتها بقوات النخبة الحضرمية، ويريد يعني التحكم في تشكيلاتها، ويتهم يعني هذه القيادة كاملة بأن المنطقة العسكرية تسيطر عليها حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين. هل هذا الخلاف ما زال مستمر أم تم حسمه وإنهائه؟ المنطقة العسكرية الأولى هي يعني تعمل تحت دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة، وأي تشكيل آخر يطالبها بهذا المطالب يعني ليس من حقه، بل هذه تخضع لقيادة عليا، لقيادة البلد الذي نحن متفائلين بها، مجلس القيادة الرئاسي وعلى رأس الجميع فخامة الرئيس القائد الدكتور رشاد العليمي، وهي تخضع لهذه التوجيهات والأوامر، وأي تشكيلات يجب أن تخضع لدستور الجمهورية اليمنية وقرارات مجلس القيادة الرئاسي. يعني قضية أنه هناك يعني مطالبة، المطالبة ليست إلا من أشخاص، أما أبناء حضرموت هم جزء من المنطقة والمنطقة جزء منهم، وهم متعاونين في محاربة كل ما يخل بالأمن والاستقرار في حضرموت بشكل عام. سيد بن عزيز اسمح لي فاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما تبقى معك من محاور. فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونعود معكم في المدار، انتظرونا. مرحبا بكم مجددا مشاهدي المدار، ورحب كذلك مجددا بالفريق صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان اليمنية. مرحبا سيد بن عزيز. حياك الله أخي. سيد بن عزيز، أريد أن أسألك على موضوع يعني أعلن مؤخرا، وهو تشكيل وحدات عسكرية تسمى قوات درع الوطن، وتحت قيادة الرئيس اليمني الدكتور أو رئيس مجلس الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي. وهناك من تحدث عن أن هذه القوات هي دعنا نقول النسخة الأحدث والأشمل والأكبر من ألوية اليمن السعيد. لماذا تمت تغيير المسمى، أو لماذا تمت كل هذه العملية مؤخرا؟ نحن نرحب ومع أي قوة تقف إلى جانب القوات المسلحة اليمنية المنشأة وفقا لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة في محاربة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية أيا كانت. أما أي قوة تصبح بقرار جمهوري يعني يصدره فخامة الرئيس القائد، فهذه أصبحت جزء من القوات المسلحة اليمنية، جزء لا يتجزأ. طبعا من أجل هذا في أول وهلة تم يعني تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أصدر فخامة الرئيس ويعني مجلس القيادة الرئاسي قرار بإنشاء اللجنة العسكرية. هذه مهمة هذه اللجنة، مهمة اللجنة العسكرية هو يعني توحيد كل القوى تحت يعني قيادة وزارة الدفاع ورأس هيئة الأركان العامة، وهذا الذي يجب أن يكون هو يعني عنصر أساسي من عناصر النجاح في المعركة، أن تكون كل هذه القوى تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان، وتعمل في وقت واحد وبأمر واحد وفي هدف واحد. طبعا الهدف موحد، لكن لابد أن تكون يعني كل هذه القوى تقاد بأمر موحد، وهذا ما تسعى إليه اللجنة العسكرية المكلفة من قرار جمهوري من جاي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وإن شاء الله يعني سيتم هذا قريبا، وإعلان يعني كثير من 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 يعني القرارات في أقرب وقت بإذن الله تعالى. سيد بن عزيز، أريد أن أسألك أيضا على موضوع، هناك من يعني كثير أكيد أنك شاهدت وتابعت الجدل الذي حدث بعد تشكيل قوات أو وحدات العسكرية باسم درع الوطن. هناك من يعني تحدث أنها الهدف الأساسي منها هي تحجيم كل القوات أو الألوية أو المسميات الأخرى داخل اليمن، هل هذا صحيح أم لا؟ أي قوة جديدة يعني مهما قيل عنها ستكون مساندة للقوات المسلحة، وتدخل ضمن قرارات مجلس القيادة الرئاسي واللجنة العسكرية. هذا يعني شيء جيد، ويجب على الجميع أن يؤيد مثل هذا القوى وهذه القرارات. نحن بحاجة إلى توحيد الصف من عناصر النجاح ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية وإيران وكل من يريد الإضرار باليمن، هو توحيد الصف
وبالدرجة الأولى هو في القوات المسلحة. فمن تكلم عن هذا أعتقد أنها نظرة قاصرة ولا يريد لليمن الخير. من يريد لليمن الخير يسعى إلى توحيد الصف اليمني في مواجهة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية ومن وراهم إيران. أريد أن أسألك أيضا على ألوية اليمن السعيد التي كما قلت لك يعني في السؤال الأول البعض يقول أنها هي درع الوطن الجديد، كيف تم تشكيل ألوية اليمن السعيد؟ من أي المحافظات تم التجنيد؟ هل هو تجنيد لكل المحافظات أم كانت هي قوة لمحافظات بعينها؟ قيادة قوات التحالف العربي ممثلة يعني بقيادة القوات المشتركة يعني رعوا هذا التشكيل اللي هو تشكيل اليمن السعيد وأدوا واجبهم ما قصروا، ولا زال مع بعض من هذه الوحدات يعمل معنا الآن في مسرح العمليات. ثم جاء القرار الجديد في تشكيل يعني درع الوطن وأغلب هذه الوحدات ضمت على درع الوطن. نحن كل ما نريده في أي تشكيل أن يكون هذا التشكيل هو تشكيل وطني مهني يجب أن يخضع لقرارات ما يعني مجلس القيادة الرئاسي وعلى رأس الجميع الدكتور فخامة الرئيس القائد الدكتور رشاد العليمي، وأيضا للتأهيل والتدريب والتربية العسكرية الصحيحة، لأن أساس النجاح في كل المعارك هو يعني تنفيذ الأمر العسكري ومن خلال التربية العسكرية الصحيحة. يعني سيد بن عزيز أريد أن أسألك، أنت رئيس هيئة الأركان اليمنية لديك معلومات أكثر من أي شخص على موضوع التسليح وإلى آخره. هناك من يقول أن الحوثي حتى لو كان قد سيطر على ترسانة الأسلحة بعد انهيار القوات المسلحة وبعد الدخول إلى صنعاء وبعد تحالفه مع يعني الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، إلا أن القوات التحالف المشتركة وبقيادة السعودية قامت بمد الجيش اليمني بتسليح نوعي، وقامت أيضا بدعم وتدريب، وأيضا بعض الدول في القوات المشتركة قامت بدعمكم بتسليح نوعي، ولكن الكفة تذهب للحوثي في كثير من الأحيان. الحوثي يستعين بالدرونز، الحوثي يستعين بخبراء لتصنيع محلي، فيما أن الجيش اليمني يكتفي بما يأتيه من الخارج، ومع ذلك لا تميل الكفة في المعارك له في كثير من الأحيان. لماذا؟ الحقيقة بالنسبة للحوثي هو صفى على المؤسسة العسكرية وترسانة يعني ترسانة غير عادية يعلم بها الجميع، يعني بالإضافة إلى أن لديه خبراء يعني متمكنين في مجال تصنيع آلات الموت وأدوات الموت. بالنسبة للجيش الوطني القوات المسلحة اليمنية وكل التشكيلات دعمت من التحالف العربي دعم غير عادي لا يستطيع أن ينكره أي شخص. نحن في القوات المسلحة يعني استلمنا دعم غير عادي من قيادة القوات المشتركة يعني من المملكة العربية السعودية حفظها الله وحفظ الله حكامها، يعني الكثير من الأسلحة والآليات. طبعا المعركة استهلكت الكثير. نحن مثل ما قلت سابقا نلتزم بالقوانين الدولية وقوانين حظر الألقام واستخدامها، ولا نصنع الألقام وآلات الموت التي يعني لا أخلاقية. هذه الآلات وهذه الأسلحة يعني تتصور أنه يعني 8 سنوات ليست يعني ممكن أن تكون قد استهلكت ودمر الكثير منها. نحن لا نريد أن نخوض في هذا المجال، لكن ما أؤكده بأننا يعني دعمنا دعم غير عادي من قيادة القوات المشتركة في المملكة العربية السعودية حفظ الله، ويعني لم يقصروا معنا. لكن من المهم أنه نحتاج إلى يعني ما يغطي احتياجات المعركة. احتياجات المعركة اليوم تحتاج إلى أشياء كثيرة. طبعا دعمنا مؤخرا بالطيران المسير وأشياء كثيرة. هل أحدثت فرق؟ هل أحدثت فرق حينما تم دعمكم؟ اسمح لي مع حينما تم دعمكم بالأسلحة أو الطيران المسير والأجهزة يعني المرتبطة بها، هل هناك فرق حدث في المعركة؟ هل استطعتم مثلا مواجهة الطيران المسير الحوثي، تعطيل بعض أدواته أم لا؟ صحيح صحيح صحيح، هذا تم وسيظهر في المعركة القادمة بإذن الله تعالى. ويعني لا نقول أنما وصلنا كافي، لكننا يعني لدينا إمكانية أفضل بكثير من الماضي.
سيد بن عزيز، أريد أن أسألك أيضا على موضوع الجانب الأوكراني، يتضرر حاليا من طائرات الدرون المصنعة في إيران والتي مد بها الجيش الروسي، هل تواصلتم مع الجيش الأوكراني أو القيادة الأوكرانية عبر القيادة اليمنية لمعرفة أنواع هذا الطيران، ما هي التقنيات المستخدمة حتى تستخدمونه أيضا في إما تعطيل هذه الطائرات أو حتى القدرة على مواجهتها، معرفة أبعادها، مسافاتها، ارتفاعاتها إلى آخره؟ هذا من اختصاص قيادتنا السياسية والعسكرية واختصاص قيادة قوات التحالف. لا نستطيع نحن في الجيش أن نتواصل مع أي جهة أخرى يعني، وهذا حق لقيادتنا أو حصر في قيادتنا. إذا أعطينا توجيهات من قيادتنا وقيادة قوات التحالف على أننا نتواصل على أي جهة يعني ما عندنا شيء مانع، ولدينا يعني شباب متدربين ومؤهلين ومستعدين يعني للصنع وفعل أشياء كثيرة. أما أننا نتواصل بدون أن تأذن لنا قيادتنا فهذا يعني لا نستطيع. سيد بن عزيز، أريد أن أسألك يعني وأتمنى منك يعني إجابة صريحة، في معركة مأرب مثلا كان هناك إضافة إلى الحشود البشرية، كان هناك نشاط إعلامي مكثف للحوثي، لا أريد أن أبالغ أنه كان أقوى من نشاط الجيش اليمني أو حتى القوات العسكرية اليمنية، وأصاب البعض داخل اليمن بالرعب بأن معركة مأرب هي الحاسمة والكاسرة للجيش اليمني ولأهالي مأرب. صحيح أن الحوثي خسر وانهزم ولكنه انتصر في البداية إعلاميا، لماذا لا تقومون بنفس الشيء؟ لماذا لا يكون لديكم أيضا قوة ونشاط إعلامي عسكري يمني خلال السنوات الماضية حتى اليوم؟ نحن لدينا يعني تقصير في هذا الجانب ويعود لأشياء كثيرة، لكننا أيضا من الأهم بمكان أن يعرف الجميع أننا لا نكذب. هذه الجماعة وهذا التنظيم، تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي، مبني على الكذب، كل الكذب، كل الدجل، كل التضليل. واليوم أنت عارف أنه إذا قال أحد الناس كذبة تنتشر في المجتمع كالنار في الهشيم، بينما لو تقول الحقائق والصدق صعب جدا أن يوصل إلى الناس، وإعلامهم أغلب الكذب وترويج للكذب وترويج للإشاعات غير صحيحة. ومع ذلك أقول لك بأننا مقصرين، ولكننا إن شاء الله في الفترة الأخيرة ترتبت الأوضاع في هذا المجال، والأقوى في التحالف العربي وعلى رأس الجميع في العربي السعودي وكذلك دولة الإمارات يدعموا هذا الجانب، وبإذن الله تعالى سيصل الصدق إلى المجتمع المحلي والمجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي، وأصبح اليوم جلي بأن هذه الجماعة تكذب وأن هذه الجماعة تخدع وأن هذه الجماعة لا أخلاق لها وأنها لا تبيب وعد ولا عهد إلى آخره، شيء من الكذب، والإعلام حقها مبني على الكذب. جميل، أنا لدي سؤالين إذا سمحت لي ونختم الحلقة معالي الفريق. السؤال الأول، منذ سنوات وسألتك هذا السؤال في الجزء الأول، منذ سنوات نحن نسمع صنعاء وإن طال السفر، صنعاء وإن طال السفر، أنت لديك نظرية جديدة تقول صنعاء ولن يطول السفر، لماذا استعصت صنعاء على كل القادة وكل القوات اليمنية وكل التشكيلات وكل القيادات خلال الفترة الماضية؟ ما هو السر؟ هل هو القبائل المحيطة؟ هل هي صنعاء بنفسها؟ هل هو إرهاب الحوثي داخلها؟ اشرح لنا أكثر، لماذا؟ لا أريد أن أقول فشلتم ولكنكم لم تستطيعون حتى هذه اللحظة. الذي نؤكد لك بأننا سنصل بإذن الله تعالى، سنصل وسيصل مشروعنا مشروع الخير بإذن الله تعالى، إن نحن موجودين أو غير موجودين، إن كنا في وظائفنا الحالية أو كنا خارج وظائفنا الحالية أو افتكرنا الله بالشهادة سنصل، لأن مشروعنا مشروع خير. أما قضية أنك تسألني لماذا وما وكيف، هذا يعني اسأله لقيادتنا، أما نحن فعسكر ننفذ الأوامر وليس لدينا مشكلة، وهدفنا صنعاء وسيظل هدفنا صنعاء حتى نصل إلى صنعاء بإذن الله تعالى. لن أسألك سيد بن عزيز كيف وماذا ولماذا، وسنوجه هذه الأسئلة للقيادة اليمنية، ولكن أريد أن أسألك على لماذا فقط وليس ماذا وكيف. لماذا لم تستطيع أو لم يستطع أحد من قيادات الجيش اليمني أو الجيش اليمني دخول صنعاء خلال السنوات الماضية منذ 2015 حتى اليوم؟ وصل الجيش إلى مشارف صنعاء، وصل الجيش إلى مشارف صنعاء بجيش كفو وقيادة كفوة، ويعني تعثر الوصول إلى صنعاء
لأسباب يعني كثيرة لا يمكن شرحها في هذا اللقاء، وستعرفها يعني في المستقبل. لكن أؤكد لك بأن ليس هناك مستحيل أبدا، ليس هناك مستحيل مع سمو الهدف ويعني إيماننا بالقضية، ليس هناك مستحيل، سنصل بإذن الله تعالى. متفائلا متشائم، ستتجهون إلى مناطق أكبر أم ستلتزمون بالهدنة ويعني انتظار الحوثي حتى يهجم؟ طبعا أؤكد لك كل التأكيد أنني متفائل، وتفاؤلي ليس من فراغ. قواتنا المسلحة أولا قيادتنا يعني متفائلة ومتابعة ويعني حريصة كل الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار لليمن، وجيشنا البطل ومقاومتنا وكل أبناء الشعب اليمني يعني أصبحوا بإذن الله تعالى على قلب رجل واحد، ويعرفوا أنه ليس هناك أي مجال لا بد أن نتخلص من هذا التنظيم تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، ويعني ثق وتأكد بأن الله معنا وسننتصر وسينهزم الحوثي وينهزم مشروعه مهما طال الوقت. الذي علينا سنعمله وبقوة وبتفاؤل، ويبقى موضوع النصر كما قال تعالى وما النصر إلا من عند الله، ونثق بأن الله سينصر. معالي الفريق صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان اليمنية، شكرا لوقتك، كنت معنا في المدار. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، إلى مدار الجديد الأسبوع المقبل، ألقاكم.